أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة تانية، وحنعمل وصفة سهلة جدا، أسهل من اللي عملناهم. حنعمل باي التفاح المقرمشة. نشوف مع بعض الطريقة. باي التفاح المقرمشة: 1 3 كوب دقيق، ملعقة صغيرة سكر ناعم الحبيبات، ملعقة صغيرة ملح، 1/4 كوب زبدة مثلجة مقطعة، 1/4 كوب سمن نباتي أبيض مثلج، 1/2 ملعقة صغيرة خل، 1/4 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، 3 إلى 4 ملعقة كبيرة ماء مثلج، و3 ملعقة كبيرة بقسماط. الحشو: 6 حبة تفاح مقطعة شرائح رقيقة، 3/4 كوب سكر ناعم الحبيبات، 1/4 كوب زبيب، 2 ملعقة كبيرة دقيق، 2 ملعقة صغيرة قرفة، و2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة. الطبقة العلوية: 1/2 كوب دقيق، 1/4 كوب سكر ناعم الحبيبات، 1/4 كوب سكر بني فاتح، 1/4 كوب جوز مجروش، 1 ملعقة صغيرة قرفة، 1/2 ملعقة صغيرة ملح، و3 ملعقة كبيرة زبدة مثلجة مقطعة. أعزائي المشاهدين، الوصفة هاي من الوصفات السهلة، ما بتحتاج أبدا منكم أي شغل. المقادير إحنا مقسمينها لثلاث مراحل زي ما شفتوا، أو لثلاث مجموعات. المجموعة اللي على اليمين احنا حاطين فيها مقادير العجينة اللي هي قاع الباي، اللي في الوسط الحشوة اللي هي تفاح وسكر وزبيب، وحنستعرض سوا كل مكونات. وعنا الطبقة اللي هي سطح الباي، مش هتبقى نفس العجينة، هتبقى طبقة مقرمشة برضو حاطين مكوناتها على جنب. في ساعات الباي التفاح اللي احنا دايما متعودينها وسبق وقدمناها في التلفزيون بعدة حلقات، بتبقى طبقة من العجينة تحت والتفاح، وفوقها طبقة تانية من العجينة. اليوم احنا عنا ابسط واسهل. الحلو في الوصفة هاي انه ما في داعي نتلج العجينة، فيني اعملها مباشرة وادخلها الفرن. هحط الطحين والسكر، الملح، وعندي هون الزبدة متلجة ومقطعة، هحطها بالشكل هذا، وعندي السمن النباتي اللي هو السمن النباتي الأبيض، بحطه بالتلاجة برضو وبضيفه بالشكل هذا، وأثبت زي ما قلنا مضرب التقليب، وأبتدي أشغل لغاية ما أحصل على فتات الخبز. نشوف سوا العجينة كيف صار شكلها. ان شاء الله بس خليني ارفعها لفوق تكون باينة عندكم. صارت مثل فتات الخبز، نفس النتيجة في محضرة الطعام او على ايدنا زي ما سويناها قبل شوي. ببتدي هلأ اضيف المي. واعزائي المشاهدين، بالنسبة لمقدار المي، مقدار تقريبي، خلوا بالكم من 3 إلى 4، وما نعتمد على العين او النظر، نعتمد على اللمس. بنشوف العجينة كيف بيبقى تماسكها، وبنزيد مي اكتر اذا احتاجنا، ومي تبقى باردة كويس. في الاول خليني اضيف الخل واضيف الفانيليا. طبعا الفانيليا هاي مجرد تعطينا طعم، احنا ما عنا هون بيض، بس برضو في بعض الاوقات بنستعمل الفانيليا. في ناس مرتبطة عندهم انه الفانيليا فقط اذا كان عنا بيض، لا، ممكن تعطينا الفانيليا، احنا بنحطها للحصول على طعم. حنضيف 2 ملعقة من المي ونشوف هل حتتماسك العجينة ولا محتاجين كمان. اعتقد هيك العجينة اصبحت جاهزة، خلينا بس نشيل المضرب. كتير مناسبة اني استعملها على طول في طبق الباي. هوزع او احط العجينة، ما في داعي اجمعها على بعض وارجع افردها تاني، عشان هيك قلنا الوصف هذه كتير هتريحكم. زي ما هي مفتتة ببتدي اوزعها واضغطها على الحواف او على اطراف الطبق. هلأ وأنا عم بشتغل فيها بحس إنها متلجة بإيدي، باردة، لأنه زي ما شفتوا حافظنا على بردتها. ببتدي أوزعها بالطريقة هاي. مش محتاج مني أي تزيين أبدا أبدا، مجرد
غطيت الجوانب، نرفع الطرف هذا شوي. ولا تغلبوا حالكم حتى بانه شكله يبقى مرتب او ناعم، كل هذا حيتخبى. عشان هيك هاي الوصفه ما بدها وقت وما بدها مهاره شديده. حاخد بقسماط وابتدي اوزعه في قاع الطبق بالطريقه هاي. البقسماط انا هلا بضيفه عشان التفاح عندي ممكن ينزل سوائل كتير، فالبقسماط بياخدها عشان بالاخر العجينة تضلها مقرمشة ما تبقى كتير طرية. نشوف بعد هيك اضافة التفاح. اعزائي المشاهدين، بالنسبة للتفاح اي نوع تفاح انتو حابين تستعملوه فيكم تستعملوه. احنا استعملنا التفاح الاحمر، فيكم تستعملوا الاخضر الاصفر، خليط من كذا نوع، كله بيمشي الحال وكله بيعطيني طعم طيب. بقشر التفاح وبقطعه إلى شرائح رقيقة بهذا الشكل، وأبتدي أضيف بقية المكونات، السكر والقرفة. طبعا أساسي التفاح، من غير القرفة ما بيبقى طعمه لطيف. وعنا الطحين، الطحين برضو عشان تتماسك عندي التفاح وأي سوائل بيمصها الطحين. هبتدي أضيف الزبدة. هون عنا في الوصفة ثلاث أنواع أو ثلاث مرات حنستعمل الزبدة. هذه الزبدة المذابة، حقلب كل هالخليط سوا لغاية ما يختلط عندي كويس. وعلى طول أوزعه فوق البقسماط، حاول هيك اعمله بشكل هرمي شوي يتكون بهالطريقة. من اسهل والذ الوصفات. على فكرة انا كتير بحب التفاح بكل اصنافه يعني، وخصوصا في الباي، واعتقد الكل بيحبها يعني. من اشهر الباي اللي هي ابل باي، هاي تعتبر من دائما من ايام ما كنا نتفرج عليه بالكرتون. أعزائي المشاهدين، نبتدي نجهز خطوتنا الأخيرة، كتير بسيطة. هحتاج نوعين من السكر، اللي هو السكر البني والسكر الأبيض اللي هو ناعم الحبيبات. إذا مش موجود عندكم السكر البني ممكن ببساطة تلغوه وتحطوا بس سكر عادي، بس السكر البني بيعطيني طعم كراميل كتير لطيف. هحط السكر، الطحين، القرفة، الملح والجوز، وعندي هون زبدة متلجة شوي حفتتها مع هالخليط هذا. مش تفتيت يعني، مجرد أقلبها بإيدي تقليب خفيف لغاية ما يصير عندي زي فتات الخبز. أدعك بهذا الطريقة لغاية ما كل هالمكونات تختلط مع الزبدة. ممكن إذا حبيتوا تستعملوا سمن نباتي برضو بيمشي الحال، بس ما تغلبوش حالكم، كل هذا بيختلط مع بعضه بدوب في الفرن يعني. هل حتى لو ضلت قطع الزبدة هيك ما اختلطت ما في مشكلة، كل هذا هتلاقوه صار طبقة واحدة. هبتدي أوزعه بهالطريقة. بنلاحظ احنا أول ما نحط التفاح بيبقى على شكل هرمي، ولكن لما يدخل الفرن كله حيدوب ويتناقص حجمه، وبتبقى صار شكل الباي مستوي يعني، ما حتلاقوا هالشكل الهرمي هذا. نغطي كله بالطريقة هاي وادخلها الفرن على درجة حرارة 180. اسيبها بالفرن لحوالي 40 دقيقة لغاية ما يتحمر سطحها، ونلاحظ انه الحواف استوت وصارت لونها ذهبي، ويتقدم دافي او بارد على حسب رغبتكم. لتجهيز العجينة، في وعاء الخلاط حطينا الطحين مع الزبدة والسمن وفتتنا، أضفنا المي وشغلنا لغاية ما حصلنا على العجينة، وزعناها في قاع وجوانب الطبق، خلطنا مكونات الحشو مع بعضها وضعناها في الطبق، خلطنا مكونات الطبقة العلوية ووزعناها على سطح الباي.
التفاح المقرمشة، 1/3 كوب دقيق، ملعقة صغيرة سكر ناعم الحبيبات، ملعقة صغيرة ملح، 1/4 كوب زبدة مثلجة مقطعة، 1/4 كوب سمن نباتي أبيض مثلج، 1/2 ملعقة صغيرة خل، 1/4 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، 3 إلى 4 ملعقة كبيرة ماء مثلج، و3 ملعقة كبيرة بقسماط. الحشو 6 حبة تفاح مقطعة شرائح رقيقة، 3/4 كوب سكر ناعم الحبيبات، 1/4 كوب زبيب، 2 ملعقة كبيرة دقيق، 2 ملعقة صغيرة قرفة، و2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة. الطبقة العلوية 1/2 كوب دقيق، 1/4 كوب سكر ناعم الحبيبات، 1/4 كوب سكر بني فاتح، 1/4 كوب جوز مجروش، 1 ملعقة صغيرة قرفة، 1/2 ملعقة صغيرة ملح، و3 ملعقة كبيرة زبدة مثلجة مقطعة.